فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يقول على المسلمين والأقليات الإسلامية في الغرب ألا يتكلموا في الجماعات الضالة، ألا يتكلموا في الجماعات الضالة، ويقول: ننظر فيما اتفقنا عليه ونعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولو تكلمنا فيهم لسببنا الافتراق وتنفير الكفار، فهل قولهم هذا صحيح؟ هذه عبارة مشهورة ينسبونها السيد الحسن البنا، أظنها موجودة في كتبه. هذا غلط، اختلفنا فيه أي شيء اختلف، إن كان في العقيدة فلا يجوز أن نعذر بعضنا بعضا في العقيدة، هو لو الغالب أن الخلاف بيننا وبينهم في العقيدة، ما إذا كان الخلاف في أمور دون العقيدة فهذا ربما يتسامح فيه، أما الخلاف في العقيدة هذا لا يقبل ولا يعذر بعضنا بعضا فيه، ما يجوز هذا. نعم.